عندي حبه رز بالجزر حلوين، جزر مبشور، رز، بصل وتوم وكزبره خضراء، مرق، ملح وفلفل. طب يعني ما كانش ليك مزاج تحط اي ماده دهنيه، لا سمن ولا زبده ولا اي حاجه، ولا اعمله مسلوق؟ والله طب هحط سمنه بالاند فيك. ماشي. واه واه ياما ياما. لا بس بعرض عليك دلوقتي. بولا بولا برامبلا. بحطها في البولا. كده سيحناها من تحت اهي. شفت بقى حطيناها في الارض ليه؟ ده البصل، ده الثوم، كده وادي الجزر. اكله دي النهارده يا جماعه والله انا حبه كزبره خضراء هم كمان، يا صلاه النبي يا صلاه النبي والنبي. وبهارات عم منصور فين اهي؟ خلاص بنتي وانتوا جبتوا حاجه من حداكو. حاضر نبي الارض نبي ما انا ساكت. ايوه واسي يا اخويا واسي. صلي على الرسول يا غالي. يا واد يا واد يا ولا شاف حبة الرز كهرمان. شاف حبة الكهرمان دول يا باشا.